أجواء جميلة يعيشها كل المشاركين في مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي هذه الأيام في المدينة المنورة. زياد وسماهر من تونس وسندس من فلسطين وغيرهم من الشباب السعودي والعربي اللي جاي اليوم وكله شغف وطموح عشان ينتقل بمشروعه وأفكاره إلى خطوات أبعد. نحن بمنتدى MIT صرنا 15 سنة بنعمل هالمسابقة، كل سنة بنعملها ببلد معين، ومنتدى MIT السعودية صار لهم 6 سنين بيعملوا ذات المسابقة لرواد الأعمال السعودية. نحن هالسنة قررنا إنه ندمج هالمسابقتين مع بعض لأول مرة، سميها الستارت اب كومبيتيشن. هلا احنا المسار الموجودين فيه هو مسار الشركات الناشئه من خلال شركه حاكيني. حبينا نشارك لانه احنا كثير بنؤمن انه المستقبل هو التكنولوجيا. فكره وجود هذا الشيء بحد ذاته كان جدا محفز لحاكيني انها تكون موجوده فيه. مشروعنا اكثر من البحث الى الماركت، مش بالسهل انك تبنيه. فكنت صراحة اليوم الصبح، مجرد صبح، ساعدني أنه أخذت أفكار أني غير وجهة نظري. الشركة ببساطة جدا هي انطلقت من فكرة، من قصة شخصية عندي، تكون في العائلة مريض بمرض التصلب اللوحي Multiple Sclerosis. حبينا نعمل تكنولوجيا اللي هي تستخدم الذكاء الاصطناعي في وقت قصير جدا، وكل شيء is automated. معناها كل شيء هو ما الدكتور، لا المريض لازم يمشي للمستشفى حتى يتلقى العلاج، ولا الطبيب لازم يزور المريض. أول أيام منتدى MIT شهد حراك متنوع بين قاعات ورش العمل في جامعة طيبة اللي تستضيف المعسكر التدريبي والمدربين اللي كانوا حريصين على تقديم المعلومات لكل المشاركين اللي بدورهم استثمروا كل لحظة داخل المعسكر. الجامعة تسعد لاستضافة المعسكر التدريبي. المعسكر التدريبي، في هذا المعسكر يتم تدريب ومساعدة المشتركين في هذا المنتدى على تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة وتتم المنافسة عليها. والهدف من هذا تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم العربي. نفتخر احنا اليوم مجتمع جميل السعودية باستضافة وتنظيم هذا الحدث، يعني MITF للسنة السادسة. هي أصلاً مشتقة من نرعاها من 15 سنة في الوطن العربي، مشتقة الآن النسخة السادسة في المملكة العربية السعودية الأضخم بين MIT البان عرب الوطن العربي وMIT السعودية. كل المشتركين والمشتركات اللي جوا من كل الوطن العربي موجودين اليوم في هالقاعة وفي غيرها أكيد من القاعات عشان يستمعوا للمدرب عبد الرحمن الجفري وكيف ممكن ينتقلوا بمشاريعهم وأفكارهم إلى خطوات أبعد. الروح الحلوة بين المشاركين والتعاون في تطوير الأفكار وأسلوب المدربين الرائع كانت هي العنوان الأجمل. كما هو مجتمع جميل اللي ياخذك لكل تفاصيل الجمال إبداعاً وابتكاراً. الهدف من البرامج هذه التدريبية، رقم واحد، تساعد الرائد إنه يقوي نفسه في كل المناطق اللي يغلطوا فيها أغلب الرواد، من ناحية التواصل، من ناحية التفاهم، من ناحية التوظيف، من ناحية التمويل، كلها أشياء ضرورية الرائد الأعمال يكون ملم فيها. والله في تنافس عالي، يعني أشوف كثير من يعني الدول العربية كثير مشاركين، وهذا يزيد طبعاً صعوبة المنافسة، لكن إن شاء الله نقدم الأفكار والشركات الناشئة والريادة الاجتماعية. 3 مسارات راح تنقل 9 شركات لمنصة التتويج في مسابقة تبقى فيها ريادة الأعمال هي الرابحة.